السلام عليكم. اليوم راح أحكي عن تصميم أنظمة الطاقة الشمسية باستخدام برنامج ساني ديزاين ويب. طبعا برنامج ساني ديزاين ويب هو أحد منتجات شركة SMA، وطبعا اللي بيشتغلوا في الطاقة الشمسية أكيد بيعرفوا شو هي شركة SMA ومن هي شركة SMA. شركة SMA هي أحد أكبر الشركات المصنعة لأجهزة الإنفرترز، سواء كانت أون جريد أو أوف جريد، المتعلقة بالسولار سيستم. ولتسهيل عملية الديزاين، شركة SMA عاملة برنامج اللي هو ساني ديزاين ويب، والبرنامج فري وموجود اونلاين لتسهيل عملية الديزاين. طبعا في شغلات لازم ناخذها بعين الاعتبار، انه شركة SMA طبعا عاملة هذا البرنامج للتسويق لمنتجاتها، وغير هيك شركة SMA عاملة هذا البرنامج ماخذة بعين الاعتبار بعض الكونسترينز المتعلقة بمنتجاتها. ولكن هذا لا يعني انه مش ممكن احنا نستخدم برنامج في تصميم انظمه الطاقه الشمسيه باستخدام اجهزه من شركات ثانيه، حتى لو كانت اجهزه صينيه او غير ذلك، مع العلم انه حتى الكونسترينز المستخدمه من قبل شركه SMA تقريبا هي فاليد لاغلب الاجهزه المستخدمه في السولار سيستم. بدايه احنا شايفين قدامنا واجهه البرنامج. طبعا البرنامج هو عباره عن اونلاين، يعني بكفي انك تروح على جوجل تكتب ساني ويب ديزاين انت سوري، حيطلع لك اللي هو واجهه البرنامج. اوكي، طبعا البرنامج بيلزمه انه تعمل له تسجيل ريجستريشن، وبعديها عادي ريجستريشن طبيعي مش هياخد منك وقت، وبعديها بتعمل لوجن. طبعا بعد اللوجن حيفوتك على الصفحه الخاصه فيك. طبعا بنشوف البرنامج راح يفتح لك اللي هو الصفحه الخاصه فيك، الصفحة الخاصة فيك إذا كان في عندك، إذا أنت اشتغلت قبل هيك طبعا حيكون حافظ كل شغلك. إذا أنت بدك تبدأ مشروع جديد بنروح على نيو بروجكت. طيب أول حاجة طبعا إحنا بنعرف إنه أنظمة الطاقة الشمسية في منها عدة أنواع، في منها أون جريد، في منها أوف جريد، وفي منها هايبريد سيستمز. فلازم نحدد نوع البروجكت إحنا شغالين عليه. طبعا أول شيء بنختار نوع البروجكت. طبعا في عندنا بي في بروجكت مقصود فيه اللي هو الأون جريد سيستم، والبي في بروجكت والسيلف كونسبشن مقصود فيه هو برضه بي في بي في اون جريد سيستم، ولكن للسيلف كونسبشن مش مسموح انك تعمل فيه دين على الشبكه. بي في بروجكت وذاوت جريد كونكشن هو الاوف جريد سيستم، والبي في هايبريد سيستم وهو يكون موجود عندك سورس ثاني غير البي في بالانس لولد انرجي. انا راح اشرح البي في الديزاين، انا راح اشرح ديزاين بي في بروجكت without connection اللي هو اوف جريد سيستم لعدة اسباب، اهمها انه تقريبا النظام شامل. اوكي، حتى انه ممكن نقول عنه هايبريد لانه بيسمح لك انه تعمل ديزاين لجنريتور معاه. هو يعني انت اذا عرفت تصمم بي في اوف جريد سيستم فخلص، يعني بي في اوف اون جريد شيء طبيعي حيكون بالنسبه لك. بسم الله بلش. طيب اول شيء طبعا اسم المشروع خلينا نسميه، اول شيء طبعا اسم المشروع نسميه يوتيوب 1. اللوكيشن خلينا في اسيا. اوكي، الكانتري نروح على جوردان، عمان. اوكي يس. طبعا بدنا نشوف هل انت حتصمم سينجل فيز او ثري فيز. طبعا الفولت بيعتمد حسب الدوله اللي انت بتصمم فيها. في عمان على حد معرفتي انه انت 220 فولت للسنجل فيز، 180 فولت للثري فيز. سيلكت ثري فيز سيستم مش مشكله عشان يكون وضع اعم شويه. طيب خدت البرنامج بيطلع بعد بعض المعلومات اللي لازمها في الديزاين. اول شيء اللوكيشن، طبعا اتاكد اللوكيشن في اسيا، جوردن، عمان. سيلينج اوف ايفيديشن داتا، طبعا هو هنا 100% يعني الداتا اللي مخزنه عنده. اوكي حيستخدمها. طبعا سينا معلش نسينا شويه كل ايفيديشن داتا. نرجع تاني ديسبلاي. انا على المشي اللي انت اعطيته للبرنامج، اول شيء بروح بعمله بعطيك الجلوبال ايفاديشن والامبيانت تمبريتشر الموجوده عنده في الداتابيز. طبعا هي هذه على الاغلب هي الوضع الايديال، يعني بسموه اللي هو الكلير سكاي، يعني انت عندك ما في غيوم، ما في شادو، ما في كل الامور هاي. اوكي طيب نرجع هان بالنسبه للوكيشن سيتنج. لو عملنا ايديت حيطلع لك اللي هو اللوكيشن تاعك، بهمها هنا سكيلينج اوف ايفيديشن داتا. طبعا هاي اذا انت في الوضع الطبيعي، يعني حاطط البي في انفيترز مثلا
على فوق السطح، ومفيش اي شادو، مفيش اي شيء معوق على عامل معيق لا على السولار ريديشن انه يوصل البالانس الموجوده عندك، خلاص هي 100%. ولكن اذا في شادو، في مثلا عماره اعلى منك، في برج، هيك مشاكل، طبعا هذه النسبه بتتغير. اوكي، بروجكت ديتيلز، هذه الشغلات اللي حطيتها، اسم البروجكت وبروجكت نمبر للارشيفينج. طبعا هان شغله مهمه. طب الامبير تمبريتشر، طبعا اقل درجه موجوده في عمان هي السالب 1، الافريج 29، الاعلى درجه 39. طبعا البرنامج، نسينا نحكي شغله، انه برنامج ساني ديزاين ويب هو عباره عن سيميوليشن وفي نفس الوقت ديزاين سوفت وير. فعشان يعمل سيميوليشن اهم شغلتين بيأثروا على الاوتبوت اللي طالع من البي في بانلز هم السولار ريفيديشن والتمبريتشر. فعشان هيك يكون عنده التمبريتشر كثير مهم، فمش بكفي، مش ما بكفي عندك انه يكون في معلوم عندك السولار ريفيديشن، لا انت لازم تكون تعرف كمان التمبريتشر اللي موجوده عندك في المنطقه. اوكي، لانه الباور اللي طالع متولده من بي في بتتغير بناء على هذه الشغلتين. طيب نيجي هنا حنلاقي عندك اللي هو السولار تمبريتشر. احنا بنعرف ان الخلايا الشمسيه عباره عن بي ان جنكشن، ونتيجه حركه الالكترونات داخل البي ان جنكشن هذه بتولد حراره. فممكن توصل عندك درجه حراره للخليه 70 درجه مئويه، والافرج 50، واقل درجه سالب 10. هذه القيمه برجع اقول هذه القيمه مش صحيحه. حطيت اي لوكيشن برنامج حيعطيك سالب 10، فهذه القيمه تعتمد بالاساس على البرنامج بعد ما يدخل له نوع السولار مديول بيحسبها، فما ناخذها بعين الاعتبار حاليا، مش حاسين نمشي. طيب الكتريكال كونكشن ذا سيستم، خلينا نشوف اهم شغله هذه اللي بتفيدنا. اوكي، طبعا احنا حددنا انه السولار سيستم 220-380 فولت، حددنا انه 3 فيز. الفولتج تولرانس، هلا الفولتج تولرانس بالعاده المسموح فيه 10 بلس ماينس في المية. اوكي، في بعض اماكن، ممكن مستشفيات، ممكن اماكن مو كريتيكال، ما يكونش مسموح 10%، ممكن يصبح بس لحد 3% تقريبا، عشان هيك ممكن نغير هذه النسبه. لاين لوس، يعني في مشاريع صغيره ما بتؤخذ بعين الاعتبار، مشاريع كبيره ممكن تؤخذ بعين الاعتبار لوحالها. بعد هيك، بعد ما حددنا اللي هو الجنرال انفورميشن على البروجكت اللي عندك، بتروح على اللود بروفايل. برجع بقول في البي في اوف جريد سيستم، اوكي، اهم شيء اللي هو اللود بروفايل. اهم شيء تكون عارف اللود بروفايل صح قدر الامكان. ما في طريقه بتقول لك قديش بالضبط اللود بروفايل، او هو شو هو اللود بروفايل، ولكن احنا بنعمل استيميشن للود بروفايل. اوكي، ما في عندي لود بروفايل واضح 100%، ممكن انا اعمل استيميشن للود بروفايل لحتى اصمم عليه. اهم شغله في الاوف جريد سيستم اللي هو اللود بروفايل. طيب لو جينا لبرنامج السن ديزاين ويب، هنلاقي في عنده هو بعض انواع السولو ديزاين، هو عفوا بعض انواع اللود بروفايل موجودين عنده: برايفت هاوس، كوميرشال بزنس، اندستريال كومباني، ستاند الون. حلوين منها، ممكن تستخدمهم، فيش اي مشاكل. لو استخدمت مثلا على سبيل المثال برايفت هاوس هولد، اوكي، وعملت له بروفايل انفورميشن، حيطلع لك اللي هو اللود بروفايل لاسبوع كامل كيف شكله. بننتبه لشغله دائما في تصميم انظمه الطاقه الشمسيه، اوكي، السنه بتتقسم عندنا لثلاث اقسام. عندنا السمر بيكون فيه صوره راديشن عالي ودرجه حراره عاليه، في عندنا سبرينج والفول الربيع والخريف، عندنا بيكون درجه الحراره معتدله وفي نفس الوقت برضه الصوره راديشن برضه معتدل. بالنسبه للوينتر طبعا بنعرف ان درجه الحراره منخفضه والصوره راديشن برضه منخفض. طيب افترض انا مش هيك عندي اللود بروفايل، اوكي، اللود بروفايل شكله مختلف، فبروح انا بعمل لود بروفايل جديد اسميه مثلا، خلينا عشان نفس الاسم، يوتيوب لود. اوكي، حاب تعمل ديسكريبشن للتسجيل، فيش اي مشكله، سيبنا من كل التفاصيل هاي ونروح وين على كرييت كونسبشن داتا. هيفتح لك الصفحه هاي، طبعا صفحه بسيطه جدا وسهل التعامل معها. اهم شغله حكينا احنا عنه انه السنه مقسمه ثلاث اقسام، ممكن تحدد وقتش بالضبط السمر ببلش وقتش بينتهي، والشتاء وقتش ببلش وقتش بينتهي. اوكي، وطبعا باقي السنه حتكون ربيع وخريف. تمام، اللي بيهمنا احنا هان بنحدد احنا اللود الديلي لود بروفايل. اوكي، وبنحدد كل ساعه قديش في عندك كونسومشن. اوكي، طيب
في عندك 5 أيام عمل وفي عندك بالعادة يومين إجازة. لو حكينا على دول ألمانيا والدول الغربية طبعا هم عاملين عندك الأيام العمل من اثنين لجمعة والويكند اللي هم سبت وأحد. لو شفنا إنه حنشوف إحنا عامل هو تو لودو بروفايل، لودو بروفايل الأولاني أوكي للأيام العمل، وعامل لودو بروفايل لأيام العطل. أوكي افترض إنه أنا مش هيك عندي، افترض إنه أنا كل الأيام عندي نفس الشيء. اوكي فحاجه اقول له انه عندي انا اللود بروفايل كلهم نفس الشيء بالشكل هذا. طيب بدي اغير اللود بروفايل كله، بضغط على شكل اللود بروفايل هيفتح لك عندك كل ساعه قديش قيمه اللود بروفايل، قديش اللود عندك، اللود كونسبشن قديش عندك. اوكي لو جينا طلعنا هيك تلاقيها حنلاقي ان اعلى شيء تقريبا الساعه 12، الساعه 12 بي ام اعلى حمل عندنا هو 0.87. اوكي اذا اعلى حمل عندنا ما وصلش حتى كيلو وات اللي هو 0.87 وات. اوكي طيب حاليا احنا حددنا طبيعه اللود، اهم شيء بعد ما نحط طبيعه اللود هو نعرف الماكسيمم لود عندي قديش وقت حنعرف ليش. سيف بعد ما عملنا سيف حيجي يقول لك انه الانيوال انرجي كونسبشن، يعني انت عندك طول السنه قديش في عندك استهلاك، عندك اللي هو طول السنه اللي هو حوالي 5000 كيلو وات اور استهلاك لو اتبعت هذا اللود. طبعا هذا اللود بروفايل حطيناه هو عباره عن استيميشن، الانيوال انرجي كونسبشن برضه استيميشن يعني هو بلس او ماينس. اوكي بس ما في شيء بيعطيك عندك اللي هو اكزاكت اللود بروفايل. نيجي هنا الشيء اللي حكينا عنها مهمه، سبيسيفيكيشن بيك لود. بيك لود كان عندنا احنا 0.87 واحنا عارفين. اوكي فعندنا 0.87 كيلو وات هو البيك لود الموجود عندك. اوكي طبعا هو بيعتبر البيك لود عنده 1 كيلو. خلصنا اللود، خلصنا الجنرال انفورميشن البروجكت، خلصنا اللود نقول له كونفيجر سوري في شغله ما ننساها، احنا قلنا عندنا ماكسيموم لود حوالي 1 كيلو وات. اوكي تذكروا لو حكينا في الاول انه احنا حاطين البروجكت في فيز، فهذا مش منطقي نوعا ما لانه عندك اللود كثير قليل، فمش منطقي احطه في فيز. اوكي فلو رجعنا هون نقدر ترجع بكل سهوله وتغيرها، بنقول يا عمي السيستم عندي لا مشيت في فيز. بس بكل بساطه النظام بيرجع بيعمل بكونفجريشن لحاله. نروح للود بروفايل، اللود بروفايل حددناه، بعد هيك ايش بنروح؟ كونفجريشن اوف ذا بي في سيستم. بعد ما حددنا اللود ثابتنا نصمم البي في سيستم. المقصود اني اصمم بي في سيستم شو يعني؟ يعني اعرف البي في سايز قديش، يعني لازم لي كم موديول اني اركبه. اوكي ولازم اعرف الانفرتر تاع البي في قديش، ولازم اعرف الباتري انفرتر قديش وحجم الباتري. اول شغله عندنا بتبلش عندنا اللي هو البي في. كل بي في، كل شركه بتصنع البي في تاعتها بشكل مختلف، ولذلك كل شركه في عندها باراميتر مختلف. واسم شركه اس ام اي مطلع على اغلب الشركات هاي، وفيها تساعدك انك تاخذ الشغلات اللي بتهمك من الداتا شيت تاعت الموديول للديزاين. بنروح هنا سيرش لانت تدور على الموديول انت مستخدمه. على سبيل المثال لو رحت انا على احفر هاي موجود CS6X اللي هو هذا من شركة كنديان سولار احد الموديولز. اوكي تحط انت اي موديول بدك اياه، هاي من كاسن كنديان سولار 260 وات. اوكي ابلاي بي في موديول. اوكي طيب شو عمل هو حاليا؟ راح قال لك انه احنا حطينا هي، راح انت اعطيته شو نوع الخليه. لو اجيت دعست هنا اوكي هتلاقي طلع لك كل المعلومات اللي بتهم ماك في الديزاين من الداتا شيت تحت الخليه. شو اللي بيهمني؟ اللي بيهمني اول حاجه النومينال باور 260 واط بيك، طبعا الفولتج 35 فولت تقريبا، امبير 7.5 امبير، الاوبن سيركت فولتج مهم جدا، شورت سيركت كانت مهم جدا. اوكي شغله مهمه جدا جراوندنج ريكومنديشن، طبعا اغلب الناس منتبه لهاش هاي، بيقول لك جراوندنج ريكومنديشن نو جراوندنج، يعني النيجاتيف بول تاع الخليه ممنوع، او عفوا مش ممنوع، النيجاتيف جاردنج تاع الخليه مش لازم انك تقوله. ففي حال انك تستخدم الترانسفورمر ليس انفرتر
ممنوع انك اساسا تروح في حال انك بتستخدم ترانسفورمر بليس بي في انفرتر. الشركه المصنعه للبي في انفرتر بتقول لك ممنوع انك تقرض النيجاتيف تاع الخليه. بناء على ذلك لازم انت تختار بي في موديول مش لازمه اللي هو جراوندنج للنيجاتيف تاع الخليه. اوكي طيب بولي سيرتيفايد اي يو ممتاز اوبن سيكت فولتج كانت. هذه الشغلات طبعا هان هو البلاش يستخدمها للسيميوليشن، انت مش هتحتاجها تقريبا. اوكي طيب يعطينا البرنامج شو نوع البي في موديول اللي انا هستخدمه. اوكي نيجي شغله ثانيه مهمه جدا اللي هو طريقه الانستولينج تاعت الخليه. وين بحط الخليه؟ هل على الروف؟ هل حطها على الروف مع شيء ثاني على الشبابيك زي ما شايفين هنا او الشبابيك او بجاود ماونت؟ طبعا احنا بالنسبه لنا عندنا الاسطح فلسطين عدله فزي طبعا كانه جاود ماونت. اوكي طبعا افضل زاويه لتوجيه الخليه هي الجنوب في كل العالم بغض النظر من انت. اوكي التلت انجل ال 20 خلينا نقول 25 اتس اوكي. ممكن في مواقع كثيره تعرف اللي هو الاوبتيمال تلت انجل موجوده عندك. طبعا بتعرف انه كل ما تغير تلت انجل كل ما تغير اللي هو الباور اوتبوت الموجود على الخليه. اكسبت تشينج. حاليا اعطيناه المعطيات نشوف شنو ناخذ منه. قول له سيستم اسيستنت، يعني انا محتاج مساعدتك يا سيستم في عمليه الديزاين. طيب كل موضوع بهمنا شغلتين، هل في عندك جنسيت جيناميتو؟ بالنسبه لي عشان صح تصمم في في سيستم صح. اوكي شو يعني المقصود اني اصمم في في سيستم صح؟ في عندك شغلتين، يا اما الكوست يا اما اللوز اوف باور. يا اما الكوست يعني انت عندك في عندك بادجت معينه للمشروع ولازم تعمل البروجكت هذا فقط ضمن هذا البادجت، او انه هو انت واحد مليونير جاي يقول لك او بغض النظر واحد معاه فلوس. اوكي بقول لك يا عمي خذ فلوس قد ما بدك، المهم انا عندي الكهرباء ما تقطعش. هالوقت في الحاله الاولى ما زال عندك الكوست بدك تلتزم بالكوست. اوكي فحضلك تصمم لحد ما يجي الكوست من ضمن المسموح فيه. الحاله الثانيه اللوز اوف باور. اوكي ممكن انت شو تعمل؟ تزيد عدد البي في سيستم وتكبر البطاريات قدر الامكان. اوكي يا عمي اللوز اوف باور صفر. بس ممكن كمان شو تعمل؟ انه تروح تضيف جينريتور على السيستم عندك. اضافه الجينريتور كثير بتقلل من التكلفه خصوصا في ايام الشتاء. انت ممكن تزيد عدد كبير من بي في انفرد من بي في موديولز تمام على الفاضي بس عشان شهرين الشتاء موجودين عندك. في حين انا في شهرين الشتاء لو استخدمت الجينريتور الموجود عندي راح يغنيني عن الاضافه الكبيره هاي في البي في موديولز. لاحظ بي في موديولز يعني اضيف بي في موديولز يعني اضيف كيبلز يعني اضيف انفرترز وممكن اكبر حجم بطاريات كمان. فانا بفضل انه تاخذ بعين الاعتبار اللي هو يكون في عندي جنريتور. طيب الشغله الثانيه سولار ريفراكشن. هذا المقصود فيها يعني قديش بدك السولار باور تغطي من الحمل؟ هل بدك اياها تغطي 60% من الحمل وال 40% الثانيين يغطيهم المولد جنريتور، او 50% مثلا من السولار و 50% من الجنريتور، او انك تقول له 100%، يعني في عندي سولار باور كافي انها تغطي الحمل، اوكي غطيها ما بديش جنريتور. طيب، شغله ثانيه بتهمني اللي هو شغله ثانيه اللي هي اوتونوموس تايم. اوتونوموس تايم باختصار يعني امتى قديش الوقت اللي هو بيكون عندي السيستم لازم يغطي الحمل في حال ما في عندي سولار باور كفايه انها تغطي الحمل، وما في عندي جريد انها تغطي الحمل، وما في عندي جنريتور، يعني ما في عندي الا البطاريات فقط هي تغطي الجنريتور. شركة اسامه بتنصحك بالنسبة لأحمال منزلية، اوكي؟ يا إما تحط الأوتونوموس تايم 1 دي أو 2 دي. في الحالة هي بدنا نحط احنا 1 دي، اوكي؟ ممكن يكون عندك الأوتونوموس تايم أقل من 1 دي، يعني أنت بدك البطارية أقل من 1 دي. يعني أنت بتشتغل على البطاريات اقل من 1 دي، ولكن لو زدت شويه يعني مش شرط تحط 1 دي ممكن تحط 10 ساعات. اوكي بس اذا كان عندك انت اللوز اوف باور عندك 8 ساعات خليه 10 ساعات، يعني حط بزياده كل شيء بزياده خليك في السيف سايد. اوكي كالكوليت مباشره بعد ما تعمل كالكوليت. اوكي السيستم راح يطلع لك اللي هو البروبوزال تاع الديزاين اللي عنده. اوكي قول له ابلاي بروبوزال.
هان بحكي لك انه انت شو الماكس نوعات من الانفرترز اللي بدك تستخدمهم. اوكي مش هاي المهم، لا لو فتحنا هاي عفوا البرنامج لما بيعمل ديزاين في عنده الطرق، في عندك فاستر كالكوليشن، اوكي في عندك بالانس، وفي عندك بيتر سجشنز اللي هو مو كالكوليشن تايم، يعني قديش هو بيحسب اوكي بيعطيك قديش بياخذ وقت حسابي للسيستم، بيعطيك لو اوبتيمال، بيعطيك اوبتيمال ديزاين اكثر. فاحنا لو استخدمنا البالانس اكسبت تشينج هيودينا وين هالوقت؟ على الانفرترز. شركه اس ام اي في عندها نوعين من الانفرترز، في واحد اسمه ساني بوي هو البي في انفرتر تايب، وفي عندك ساني ايلاند اللي هو الباتري انفرتر تايب. هلا احنا بنحكي قاعدين في البي في، ما زال بنحكي في البي في قاعدين بنحكي في الساني بوي. طبعا انت ها حدد كل انواع الساني بوي اوكي وقول له ايش احسب مباشره، البرنامج راح يحسب لك شو افضل، يحسب لك شو افضل انفرترز بتناسب اللي هو البروجكت اللي عندك. هان في عندي البروفيتابيليتي يعني بالنسبه بحسب لك اياها مقارنه بالكوست. في شغله مهمه في التصميم لازم تاخذ بعين الاعتبار دائما، انه ممكن انا اجيب جهاز واحد يغطي لي الحمل كامل اوكي ممتاز، بس المشكله حتصير عندي افرض انه خيب هذا الجهاز ما تحليه في النظام كامل. ف كريكومنديشن في الديزاين، لو كان انت عندك القابليه انك تحط بدل الجهاز جهازين بكون افضل، لو خيب واحد بكون تاني شغال، وبكون افضل وافضل لو كانوا جهازين من نفس النوعيه ونفس نفس الريتنج. اوكي خلينا نشوف الشركه شو مقترحها. الشركه عن حطاك اللي هو ممكن هالجهاز يناسبك، ممكن جهاز يناسبك، او ممكن تحط الجهازين هدول مع بعض. صح انه السعر اعلى شويه حتلاقيها، ولكن كريدندنسي افضل له. اوكي طيب ممكن تحط هان 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 بغض النظر. اوكي نختار احنا مثلا هذا مناسب. اوكي خلينا نشوف كيف ادب ديزاين شوف ايش حيصير. اوكي ممتاز 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 كله تمام. في نقطه انه بقول لك ايش انفورميشن اند سوليوشن بروبوزال، في عندك نوت هنا خلينا نفتح النوت. ايش بقول لك؟ This inverter is no longer available. اوكي يعني الانفرتر هذا مش موجود حاليا في الشركه، يفضل انك ما تستخدمهوش، يفضل انك ما تستخدمهوش. ايش بنعمل؟ بنرجع تاني نعمل نفس الخطوات. اوكي نفس الارقام. اوكي ابلاي اكسبت. طيب نيجي لنختار نوعيه ثانيه على سبيل المثال، هذه كلهم من نفس السيريز فاكيد كلهم مش مستخدمات. اوكي في حال احنا عندنا سيستم صغير ما فيش عندنا مشكله لو استخدمنا انفرتر بدل انفرتر واحد بدل انفرترين، لانه عندنا سيستم صغير اساسا الاحمال كثير صغيره. طيب بما انه عندنا الانفرتر ذاك مش موجود في السوق، خلينا نشوف انفرتر ثاني. اجي هنا نوعيه الاس بي، انا بعرف انها ما زالت لسه موجوده في السوق، اس بي تي ال، هذه النوعيه موجوده في السوق. اوكي فبنختار هذا، يفضل لو فاقي السعر مش كبير خذ الاكبر. اوكي ادب ديزاين. اوكي 100% في اي نوت اوف في نوت تمام. طب خلينا نشوف شو بعد كل الانبوتس، شوف ايش الاوتبوت اعطينا، شوف شنو ناخذ. بقول لك البروبوز ديزاين، في عندك بي في انفرتر النومال اي سي اوتبوت 4 كيلو، عندك النومال اي سي باور ستورج سيستم 2.3 كيلو اللي حنشوفها هاي لقدام شويه، النومينال اي سي باور جنريتور برضه حنشوفها قدام شويه 2.3 كيلو. اوكي اي سي باور نومينال ستورج سيستم اللي هو نسبه ما بين الساني بوي باور للساني الساني ايلاند باور. نومينال اي سي جنسي تال ستورج سيستم يوزابل ستورج كاباسيتي بلا بلا، كل معلومات عامه عن النظام. اوكي ممكن هذه يهمنا شويه. ها الانيوال انرجي ييلد، سوري في شغله نسيناها. ها هلا بعد ما عملنا ديزاين بقول لك انه لازمك عندك 13 بي في موديول. اوكي البيك باور هي 3.38 كيلو وات بيك لكل النظام. اوكي بنيجي ها نلاقي انه الانستولد كاباسيتي هاي اوكي بتعطيني في السنه حوالي 6466 كيلو وات اور كل السنه،
كل كيلو وات بيعطيني 1913 كيلو وات اور في السنه كامله. سبيسيفيكيشن للانفرتر، طبعا في الانفرتر عنده انبوت اي وانبوت بي، احنا فقط ماخذين اللي هو انبوت اي، وهي اللي هو الماكسيمم كاباسيتي الموجوده على انبوت اي. فعندك انت المينيمم مسبوح فيه للانفرتر، عفوا في عندك الماكسيمم دي سي باور هي 4.3 كيلو وات بيك، احنا مستخدمين 3.38، احنا في السيف سايد. المينيمم للدي سي فولتج 125، احنا المينيمم عندنا 367. تيبيكال بي في فولتج اللي هو الفولتج اللي عندنا اللي هو 405 فولتج تيبيكال اللي طالع من الخلايا. اوكي عندك الماكسيمم دي سي فولتج للانفرتر 750، احنا عندنا الماكسيمم 638، والماكسيمم كمان 15.7 ونص. اذا عندنا محققين كل متطلبات الانفرتر. خلينا نكمل للستورج سيستم. بالنسبة للانفرترز احنا قلنا في عندنا بي في انفرتر وفي عندنا باتري انفرتر. الباتري انفرتر هو الصني ايلاند. اوكي فالصني بما ان احنا عندنا نوعا ما سيستم صغير فهو اصغر شيء موجود عندهم اللي هو الصني ايلاند 3. اوكي فبالنسبة للصني ايلاند شوية معلومات بسيطة. اوكي طبعا النومينال فولتج للصني ايلاند هو 48 فولت، بناء على ذلك انت لازم تختار البطاريات بحيث يعطون 48 فولت. لاحظ الكباسيتي معطيك اياها هو بالكيلو وات اور. اوكي فالبطاريات تقاس بالامبير اور، فعشان هيك لازم تحول القيمه هاي لامبير اور عشان تعرف ايش نوع البطاريه، قديش حجم البطاريه بدك اياها. بعد ما تعرف شو حجم البطاريه بدك اياها بتروح بتقارن حجم البطاريات الموجود عندك في السوق. يعني عندك هان بطاريات عندك 634 امبير اور ات سي 10 اس ام اي تنصح تمام؟ لما تسمع البطاريه في تصميم البطاريه تستخدم السي 10 فاليو، ممكن نطرق لها فيديوهات ثانيه. الخلاصه انا في عندي 634 امبير اور، هذا يعني انا لازم اجيب بحجم باتري بانك يحقق لي القيمه هاي. اوكي لو زاد شويه بكون احسن، حضر القيمه هاي تحت. الاهم شيء يكون الفولت 48 فولت. طبعا مش هتلاقي القيمه هاي بالضبط على السوق، بتشوف شو موجود في السوق وبتغير الكباسيتي اللي طلعت معك حسب اللي لقيته في السوق بتغيرها. اوكي طبعا باتري افشنتي 85% نوعا ما كويس، اكسبت تشينج. هيك احنا عرفنا البي في مديول قديش بدنا، وعرفنا البي في انفرتر الباتري البي في باتري عفوا البي في انفرتر قديش بدنا، وعرفنا قديش بدنا باتري وقديش بدنا باتري انفرتر. شو ضل عندنا؟ المولد. هلا قلت هو اعطاك المولد الابيرنت باور 2.3 كي في اي والاكتيف باور 1.8. اوكي نقطه مهمه انه مش هتلاقي هذا الشيء في السوق، ممكن الاقي مثلا 3 كي في اي. اوكي سوري 3 كي في اي. اوكي طبعا باور فاكتور 0.8. اوكي حاطين اكتيف باور 2.4 بلا بلا، كلها معلومات عن الجنريتور اللي حابب تعطيها. عملنا ديزاين للباتري، عملنا ديزاين للبي في، وعملنا ديزاين للديزل جنريتور. الواير سايزنج طبعا يعني انا ما انصحش كثير انك تستخدم هاي الواير سايزنج، لانه بتعرف احنا الواير سايزنج بيعتمد حسب المسافه وحسب الفول، ممكن تحسبها خارجي وتضيفها عندك على البروجكت الموجود عندك. هيك تقريبا احنا هيك احنا خلصنا الديزاين. نشوف الاناليسيس تاع الديزاين، احنا خلصنا الديزاين، نشوف هل احنا الديزاين تاعنا مظبط معنا ولا مش مظبط معنا في الاخر. اهم شيء بتهيالي هي هاي الدائره. محصلة انه احنا بنلاقي البي في انفرترز ولدتنا حوالي 5320 كيلو وات اور. هذه الباور راح جزء منها تغطيه اللود بشكل مباشر وهو تقريبا نص اللود، وجزء منها راح يشحن البطاريات. الجزء اللي راح يشحن البطاريات في حصل لوسز وانفقد اثناء عمليه الشحن جزء منه، فنتج عندي 2311 كيلو وات اور هم راحوا من البطاريات للحمل. في جزء بسيط مغطى من وين؟ من الجنريتور اللي هو 400 كيلو وات اور. طبعا لو جينا احنا بنلاحظ انه انا استخدمت الجنريتور صحيح اوكي وهو جنريتور صغير يعني في حالتنا هاي، واعطاني بس كميه 428 كيلو وات، ولكن انا ضمنت انه الكهرباء ما تقطعش عن النظام عندي. في حين انا ممكن لو بدي استغني عن هذه الكميه لازم انا ازيد عدد الانفرترز بشكل، عدد البي في موديولز بشكل اكبر، وازيد عدد البطاريات بشكل اكبر. لذلك ينصح دائما باستخدام اللي هو جنريتور في الهايبريد سيستم في البي في الاوف جريد سيستم. طيب نيجي نشوف الرسمه هاي السولار فاكشن. مقصود في السولار فاكشن
قديش انا عندي ايه ال قديش عندي البي في سيستم قدر يغطي من الاحمال. طبعا بنلاقي احنا من شهر تقريبا 5 لشهر 8 هو الصيف، طبعا بنلاقي انه البي في سيستم، اوكي بي في سيستم سواء عن طريق البطارية او عن طريق مباشرة عن طريق الخلايا غطى كل الاحمال، اوكي بنلاقي في شهر واحد غطى فقط اقل من 80% من الاحمال، وشهر 12 تقريبا نفس الشيء، اوكي وهذه الفترة بغطيها باستخدام اللي هو الجنايتور. اخر شيء اللي هو اوفر فيو، بتشوف عندك كل معلومات النظام حاب تراجعها بالضبط، بتخيب شيء بعد هيك ما بضل الا غير انه تحفظ ايش البروجكت المرجوم. طب في شغله مهمه بس حاب اضيفها، انه احنا في شغله مهمه حاب اضيفها، انه حكينا احنا البرنامج هو عباره عن برنامج سيميليشن وديزاين في نفس الوقت. يعني لو انت مش حاب تعمل ديزاين، مصاريك على قدك وبتكش تعمل تتبع اللي هو الديزاين تاع السيستم الموجود عندك، بكل بساطه انت ممكن تروح تعمل ديزاين حسب الكوست الموجود عندك، بتقدر انت تقديم البطاريات والبي في، تدخلها على البرنامج لتتاكد من تعمل سيميوليشن للديزاين عندك وترجع تشوف النتائج. يعني بس تستخدم البرنامج كسيميوليشن وتضلك تغير في القيم في حجم البطاريات، تغير في البي في سيستم حسب الكوست الموجود عندك لتطلع افضل نتائج. هذا كل شيء، واي سؤال انا مستعد. اي مشاكل، شكرا كثير لكم.